أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. سبحانك يا رب سبحانك وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هنيئا لهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم يا سيدنا نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً
وصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقوس الله يسلم الفاصل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من عذاب القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. الله يرضى عليك يا سيدنا. الله يا سيدنا يا رب يا رب يا رب. الله 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 الله. وجعل لنا من لدنك نصيرا. وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من نصيرا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا. الله يفتح عليك على الحب سيدي. الله يزيدك نعم الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا نصيرا. الله يفتح عليك يفتح عليك يفتح عليك يفتح عليك يفتح عليك يفتح عليك. الله 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 الله.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لا إله إلا الله فقاتلوا أولياء الشيطان أي والله نعم يا سيدي نعم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا والله حقا يا رب يا رب يا رب يا رب الله يفتح عليك يا محمد سيدنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا حقا يا سيدنا الذين آمنوا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان نعم القرآن الحسين الله الله يفتح عليك ربنا يبارك فيك يا عم الحاج إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية نعم يا سيدنا نعم الله يفتح عليك الله 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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا الله كل ما تعد الدنيا قليلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
الله 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 الله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أهل قريب الله يا سيدنا فاضل حقا يا رب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا شك في هذا. نعم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك. الله يسير. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لها وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل الله يشرح صدرك يا متحارب. الله يسيبنا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في
حتى لك مولانا. اي والله حقا يا رب. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل كل من عند الله. سبحانك وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ربنا يقوي صحتك يا حبيبي. الله 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 الله. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله يزيدك النعم الله يا رب. افتعليه يا رب. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله. نعم يا سيدنا نعم. سبحانه وتعالى. الله 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 الله. فما لها ما أصابك من حسنة فمن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اي والله
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع صلى الله عليك يا سيدي. ما أصابك من حسنة فمن الله يصلح حالك يصلح حالك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أيها الله وفق يا رب. وأرسلناك للناس رسولا عليك ربنا يا عم الحاج سيدي. والله يا سيدنا الفاضل اشرح صدره يا رب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. عليه الصلاة والسلام ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا سلام الله.
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما وكفى بالله وكيلا. حقا الله الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون طاعة فإذا بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على بشير النجير. الله يفتح عليه. الله يكرمه في حد سيح. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر الله أكبر. عظيم يا عم الحبسين. بارك الله فيك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمال إيه؟
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. جل جلال الله. من يشفع شفاعة حسنة شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الله القرآن ربنا يفتح عليك يا عم الحاج سامي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع حسنة يكون له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على شيء مقيتا. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا عم الحسين. الله يكرمك. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب ومن يشفع شفاعة
سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله يفتح عليك يا حسين. نعم الحسين سبحانه وتعالى. قال لك الله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الله. لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.